فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: امرأة مقيمة هنا وحدها وتريد الزواج، علما بأن أباها يسكن في بلد بعيد جدا، من يستطيع أن ينوب عن هذا الأب في عقد النكاح؟ يوكل الأب، يوكل من يزوج ابنته في هذا البلد، والتواصل اليوم سهل ولله الحمد، تواصل معه وتصدر منه وكالة والوكيل يتولى. نعم. فضيلة، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.